بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لازم في مصطلح جديد مهم جدا اسمه الطب التطبيقي، والطب التطبيقي ده هنسميه ابلايد ميديسن، وده هنعمله بديل لما كان يسمى الطب المكمل او الطب البديل او ليه بقى الكلام ده؟ لانه انا دلوقتي بقت عندي ازمه شديده جدا في اسعار الدواء، ازمه شديده جدا في تواجد بعض الادويه، فوجب علي ان ابحث عن بدائل وافهم يعني ايه البدائل. ليه بقى؟ لانه انا هضرب امثله سريعه. دلوقتي انا عايز اعالج مريض عنده قرحه معده، قرحه المعده دي مسببه له الم شديد، حموضه، ارتجاع، كذا. طيب لازم انا دلوقتي يبقى عندي بدائل سريعه ورخيصه. انا مش لاقي الزنتاك والرانتيدين والاوميبرازول واللوزيك، غاليه جدا ومش موجوده. طب اعمل ايه؟ عندي معلقه عرق سوس في نص كوبايه وربع كوبايه سخنه، بقلبها عرق سوس بودره، بقلبها بسرعه من غير سكر من غير اي حاجه، بقول عرق سوس في ميه سخنه، حتى لو انا ماليش في العرق سوس، حتى يعني اقفل مناخيري كده واقول بسم الله واشربها سخنه. مش عايز اقول لك تاثير ساحر وسريع يعالج بسرعه قرحه المعده، مش عايز اقول لك في 5 دقائق ويريح لك جهاز الهضم كله. طيب انا دلوقتي بدور على مضادات حيويه، بدور على مضادات حيويه، عندي انفكشن، عندي عدوى، عندي كذا. في المضادات الحيويه المعقوله سعرها عالي جدا. طب انا عندي ناتشورال انتي بايوتيك او عندي مضادات حيويه بديله، ها عندي مثلا القرنفل. فاكرين لو واحد عنده سنانه فيها خراريج او الم بيحط الفص قرنفل على مكان الالم، يقتل الميكروبات، يقتل السوس، يسكن الالم. مش عايز اقول لك من اقوى المضادات الحيويه. في مضادات حيويه تانية قويه طبعا. عندنا المر. المر ده حدوته، بيسموه مر بطارخ او ساعات بيسموه صبر. المر ده زمان كانوا بيجيبوا منه معلقه صغيره ويدوبوها في كوبايه ميه. المعلقه الصغيره ويدوبوها في كوبايه ميه دي بياخدوا منها حته على صباعهم كده، يحطوها على مناخير الطفل او مناخير البط او الفراخ وعلى الخروج. فطبعا المسحه دي كانت بتعمل مناعه فظيعه جدا، وانتي بايوتيك ملوش حل. ده المر. في اقوى، في حاجه اسمها البروبليس. البروبليس ده كانت بتستعمله النحله في سد الشقوق. لا مش سد شقوق الخلايا وبس، لا، النحله كانت بتاخد البروبليس ده عشان لو دخل صرصار او فار الخليه تحط عليه طبقه من البروبليس فيتحنط وما يتحللش، ما يتحللش. ويمكن دي الماده اللي خدوها قدماء المصريين وكانوا بيحطوها تحت جلد الجثث عشان ما تتحللش وتعيش الاف السنين. البروبليس ده موجود، وموجود في الصيدليه بايو بروبليس، بتاخد منه حبايه نص جرام الصبح ظهر بالليل. مش عايز اقول لك اقوى مضاد حيوي، اقوى مضاد بكتيري، اقوى مضاد فيروسي، حاجه سبحان الله العظيم. بنقدم البدائل الكتيره قدام الناس عشان ما تبقاش الناس مخنوقه. ليه؟ لانه بيجي لي واحد مثلا عنده الكلى، ودلوقتي خلاص يعني مساله القرارات على نفقه الدوله، الغسيل على نفقه الدوله، كل ده خلاص بطلناه. ليه؟ لا احنا لاقيين محاليل ولا لاقيين فناتر ولا لاقيين اي حاجه. طب عايزين بدائل. طب ارجع الكلى سليمه ازاي؟ معلقه صمغ عربي الصبح ومعلقه صمغ عربي الليل ترجع لي الكلى وتنزل البول اللي اتقطع. صمغ عربي؟ والله صمغ عربي. طيب ومغلي الشعير وبقدونس. يمكن انا كنت قدمت 3 مشروبات، مشروب ذهبي ومشروب فضي ومشروب برونزي. المشروب الذهبي قلنا عليه اللي هو معلقه عسل ومعلقه خل اعشاب وربع كوبايه ميه، خلاص. وايه كمان؟ ده المشروب الذهبي. المشروب الفضي لونه ابيض، ده معلقه صمغ عربي، ولو حطيت عليها نص معلقه لبان ذكر ملوش حل. ده المشروب الفضي، وده باخده الصبح وبالليل بيرجع الكلى سليمه حتى لو ضامره. في مشروب تاني اسمه المشروب البرونزي. ايه هو المشروب البرونزي ده؟ نشوفه ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.